السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، برحب بحضراتكم. تعرض فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم لوعكة صحية خطيرة جدا، وكمان رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بعد ما سمع الخبر ده عمل شيء طبعا هو مش غريب عليه، ولكن الموقف كان نبيل جدا. هنعرف كل التفاصيل وكل الحكاية وإيه الوعكة الصحية اللي بسببها تم نقل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم من دولة مالطا إلى جمهورية مصر العربية في طائرة رئاسية خاصة. كل التفاصيل هتكون معانا، ولكن في البداية ادعمونا باللايك والشير واشتركوا في القناة وفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. في البداية دكتور أحمد عمر هاشم كان يعني هو من الشخصيات الدينية المعروفة جدا، هو كان في فترة من الفترات رئيس جامعة الأزهر، ومش بس كده هو حاليا كمان عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، شخصية وعلم من أعلام الأزهر الشريف. تقعد تسمع كده أي حاجة دينية سواء في الأحاديث النبوية في القرآن في السنة، تسمع وتاخد الفتوى من فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم وانت مغمض عينيك، لأنه فعلا شخصية موثوق فيها بشكل كبير جدا. الدكتور أحمد عمر هاشم كان عنده مؤتمر في دولة الجزائر، وأثناء ذهابه إلى الجزائر وهو في الطائرة حس ب يعني إغماء شديد وتعرض لوعكة صحية بسببها، تم هبوط الطائرة هبوط اضطراري في دولة مالطا وتم وضعه في العناية المركزة على طول. طبعا أول من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل له خبر إن الدكتور أحمد عمر هاشم أثناء ذهابه للجزائر تعرض لوعكة صحية، أمر إن طائرة رئاسية مجهزة طبيا تطلع من جمهورية مصر العربية على مالطا علشان تنقل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم على جمهورية مصر العربية مرة أخرى، ويتم وضعه في العناية المركزة في مستشفى خاصة في النزهة. طبعا ده كان موقف نبيل جدا من رئيس الجمهورية، وده إن دل يدل على حبه الشديد للعلماء وعلماء الأزهر الشريف واهتمامه بالدين الإسلامي، وطبعا ده مش غريب على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكره وبنقدم ليه كل التحية والتقدير، وبنتمنى من حضراتكم تدعوا للدكتور أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل. حالته الآن مستقرة، ولكن هو مازال برضه في العناية المركزة، ويعني الدكاترة بتقول انه حالته بدأت تتحسن افضل من الاول بكتير. ربنا يقومه بالسلامة ويرجعه لكل اهله ولكل محبيه. دي كانت كل التفاصيل اللي معانا النهاردة، حبيت اطلع واوضح لحضراتكم التفاصيل الكاملة. بشكرك شكرا جزيلا، ما تنساش اللايك والشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان دايما يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم، سلام.